السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل الراغبين في الهجرة إلى كندا. من أين تبدأ؟ كيف تعرف عن شروط وأنواع الهجرات؟ وكيف تتجنب النصابين؟ بإمكانك متابعتي من خلال هذا الفيديو على قناتي على اليوتيوب، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. ولنبدأ مباشرة، نبدأ من الإنترنت، نفتح البراوزر ونكتب www.canada.ca، Enter. هذا الموقع الرسمي للحكومة الكندية. ندخل على اللغة، إذا أنت بتعرف فرنسي بإمكانك تدخل على الفرنسية. ندخل على اللغة الإنجليزية. Immigration هي التاب المخصص للهجرة. في عندك إذا عندك طلب مسبقا بتتابعه، إذا بدك تروح زيارة، هجرة للعمل، للدراسة، أو في عنا اللاجئين. خلينا نروح على الهجرة، immigrate. الآن في الهجرة هون في عندك أنواع مختلفة من الهجرة. أولا بإمكانك تشوف نفسك هل أنت بإمكانك تقديم الطلب، وإذا كان بإمكانك تقديم الطلب ممكن تعرف أي نوع من الهجرات مناسب لك. في عنا الإكسبرس إنتري، هي للأشخاص اللي هم اسمهم skilled worker، الشخص اللي عنده شهادات. يعني أنا لما جيت ما كان في إشي اسمه إكسبرس إنتري، بس كان في skilled worker. وفي اللي بدهم يهاجروا على منطقة كيبك تحديدا، والسلف إمبلويد، الشخص اللي بده يجي على كندا ويفتح بزنس، يكون هو صاحب البزنس. السلف إمبلويد غالبا للبزنس الصغير، أما الإميجرانت إنفسترز هذا للمستثمرين يعني بمبالغ كبيرة. وفاميلي سبونسرشيب للي عنده عائلة بدهم يجيبوه. بروفينشال نومينيز ما عندي فكرة كثير عنه، بس هذا برنامج يعني برضو للهجرة. كير جيفرز، أتلانتيك إميجريشن بايلوت، يعني كل هذه مواضيع للهجرة. بإمكانك كمان تشوف أكثر، show more service and information، الريفوجيز المتعلق باللاجئين، واستئناف قرار الهجرة في حال أنه رفض. بإمكانك تتابع مثلا الإكسبرس إنتري. أنا لما جيت ما كان في إكسبرس إنتري، بس كان في شيء شبيه. بإمكانك تشيك إذا كنت أنت eligible، يعني يصلح أنك تقدم الطلب أو لا. Start your express entry profile, become a candidate, apply for permanent residence if you are invited. بس بدي أحكي لكم نقطة، أنه المهاجرين اللي مثلي يعني في كندا ما بنعرف إحنا عن قوانين الهجرة الشيء الكثير، لأن القوانين تتغير وتتبدل بشكل مستمر. لذلك يعني عبثا أنك أنت تسأل شخص مهاجر أنه إيش شروط الهجرة، كيف أقدم. الأصح أنك أنت تدخل، هذا هو الموقع، أدخل على الموقع ودور وابحث بنفسك على ما يناسب ظروفك. اللغة الإنجليزية أكيد أو الفرنسية هي شرط أساسي. بالنسبة للإنجليزي أنا ما عندي فكرة عن الفرنسي. بالنسبة للإنجليزي لازم تقدم امتحان آيلتس وتنجح وتجيب على الأقل 6 في كل جزء، في كل قسم هي 4 أقسام. والزوجة كمان لازم تقدم امتحان الآيلتس وتجيب على الأقل 4. عموما هذا هو الموقع لكل شخص بحب أنه يعرف عن شروط الهجرة وهل متحققة الشروط ومنطبقة عليه أو لا. بس في نقطة أخيرة بدي أحكيها، إذا لم تكن الشروط متحققة عليك وحاولت تبحث عن أنواع هجرة مختلفة لحد ما تصل إلى شيء متحقق، بإمكانك تقدم. إذا نوع من أنواع الهجرة مش متحققة الشروط عندك، وشخص أو محامي هجرة قال لك أنا بمشيها، لا ترد على هذا الكلام. ما في بكندا لا واسطات ولا محسوبيات، يعني راح يكون نوع من النصب. إذا حكى لك أنه لا أنا بمشيها، احكي له مشيها وبعدين خذ فلوس، ما تدفع فلوس مسبقا، لأنه راح تدفع له الفلوس وبعدها يحكي لك والله أنا حاولت ما طلع بإيدي. فإذا حد حكى لك الشروط مش منطبقة عليك بس أنا بمشيها،
يخليه يمشيها مجانا بعدين تدفع له. وهذا كل ما هنالك، أرجو أنه يكون الموضوع مفيد للجميع، ونتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم.